ترى معلش هستأذنك، نبدأ بس من الأول عشان الريكورد ما كانش شغال. طيب حاضر. السلام عليكم، أنا سارة أنور. النهاردة إن شاء الله آخر يوم في الوينتر سكول بتاعتنا. هنشتغل مع بعض الكوانتم دانس كودينج. إن شاء الله الأوتلاين اللي هنغطيها هنتكلم سريعا بس عن الانتانجمنت، وبعد كده هنشتغل أجزاء من الكوانتم دانس كودينج. الأجزاء بتاعته هنعمل انكودينج إزاي، هنعمل ديكودينج إزاي، وايه البروسيس بالظبط اللي همشي عليها. وبعد كده هنعرض الكوانتم دانس السيركل بتاعتها. اول حاجه في الانتانجمنت، الانتانجمنت ده the system cannot be decomposed to individual component. ان انا عندي مثلا 2 كيوبيت بيبقى فيه ترابط منهم، لو حصل اي تاثير على الكيوبيت الاولين بيأثر في نفس الوقت على الكيوبيت التاني حتى لو المسافه ما بينهم كانت كبيره. اني ما اقدرش اقسم السيستم بتاع الانديفيدوال كومبوننت، وبرضه ما اقدرش اخد منه كومن فاكتور مثلا الكيوبيت الاولاني الكيوبيت الثاني. فعندي البيل ستيت بتاعتي، البيل ستيت او البيل ستيت دي بيل ستيت مشهوره طبعا، او بيطلق عليها الاي بي ار ستيت، دي السيركت بتاعتها. فلو عندي مثلا الاي والبي كانوا بزيرو زيرو، هتطبق اول حاجه هدمرت، وبعد كده تطبق سي نوت. فلو طبقت هادمر طبقت 0 0 هادمر سي نوت، هيطلع لي مثلا 0 0 بلس 1 1 على السكوير روت 2. ففي الحاله دي مثلا اهي دي في حاله الانتانجمنت، فما اقدرش اخد من هنا كومن فاكتور، ما اقدرش اخد مثلا 0 ك فيرست كيوبيت كومن فاكتور او ال 1 من تاني كيوبيت كومن فاكتور. وبرده لو عملت ميجرمنت على اول كيوبيت 0، فبالتالي هيأثر على التاني كيوبيت ان هو هيلغي لي برده السوبر بوزيشن بتاعه. ولو عوضت برضه عن الـ A والـ B 0 1 أو 1 0 أو 1 1، هيطلع لي بقية الـ state بتاعتي بتاعة الـ entanglement، مثلا 0 بتاعة الـ Bell state 0 0 minus 1 1 أو 0 1 minus 1 0 أو 0 1 plus 1 0 على الـ square root 2. تمام؟ فدي بتختلف الـ value، دي بتختلف باختلاف الـ 0 0 أو 0 1 أو 1 0 اللي دخلاله على السيركت دي. نبدأ في الكوانتم دنس كودينج. الكوانتم دنس كودينج ده كومبيوتيشنال بروتوكول عشان ابعت كلاسيكال داتا اوفر كوانتم شانل. يبقى الميزه اللي بتسمح، الميزه اللي بتميز لي الكوانتم دنس كودينج، اني ببعت او بضغط كلاسيكال داتا، تو كلاسيكال داتا مره واحده، ببعتهم اوفر كوانتم شانل. نتخيل كده مع بعض ان ألس عايزه تبعت داتا لبوب، هتبعت تو كلاسيكال بيت. مثلا عندي ستريم من الداتا كده، مجموعه من البيتس اصفار وحايد، فعندي مثلا 0 0 1 وهكذا. فهي بتبعت كل 2 بيتس مع بعض، هتبعت 0 0 مره واحده، ال 1 0 ال 0 1 وهكذا، مثلا 1 1. فهي كل 2 بيتس بيتبعتوا مره واحده، بيدخل مثلا هنا الفاليو 0 0 أو 0 1 أو 1 0، أيا كان الـ value اللي هتتبعت هتأثر لي على الـ operation اللي هتتنفذ في الـ encoder. يبقى الـ operation اللي هتتنفذ هنا هتختلف باختلاف الـ data اللي داخلين. طيب الميزة برضو اللي بتميز لي الـ quantum dense coding، إن أنا عندي مجموعة من البيتس كده، بدل ما أدخل مثلا الـ 0 لوحده والـ 0 والـ 1 لوحده وهكذا، أدخل بيت باي بيت كده، انا بدخل اتنين مره واحده، فده بيضاعف لي السرعه بتاعه النقل بتاعي. هي بتتنقل ببعت اتنين مره واحده على سنجل كيوبيت. تمام، بعد كده بتدخل الداتا تروح لبوب، يدخلها في الانكودر، ينفذ فاكس الاوبريشن، وبعد كده تطلع لي تاني في الكلاسيكال، تطلع لي داتا كلاسيكال تاني. تمام، يبقى الميزه اللي بتميز
الكوانتم دنس كودينج ان هو بيشتغل على سنجل كيوبيت، ببعت اتنين ويتبعته على سنجل كيوبيت. عندي كمان ال EBR source. ال EBR source ده السيرفر اللي بيجنريت الانتانجمنت. فانا هنا مثلا دي السيركت بتاعت الانتانجمنت بتاعي، فهنا مثلا لو بدأت بزيرو زيرو فأصبحت الإبصاي بتاعتي واحد على جذر اتنين زيرو زيرو بلس وان وان، تمام؟ فهنا واير منها هيروح لأليس وواير التاني هيروح لبوب. الواير الأولاني اللي هيروح لأليس يبقى كده ال وانا و... سوري يبقى كده السيرفر بتاعي أليس ملوش سيطرة غير على أول كيوبيت بس، ملوش سيطرة على تاني كيوبيت بس، مش سيطرة على تاني كيوبيت عشان هو هيكون مع بوب. يبقى أليس ليها سيطرة على الأولاني، سواء هنا مثلا ليها سيطرة، أليس ليه سيطرة على دي وبوب ليه سيطرة على ده، أليس ليه سيطرة على الكيوبيت الأولاني وبوب ليه سيطرة على الكيوبيت التاني. يبقى واير هيروح مع أليس واير هيروح مع بوب، تمام؟ نبدأ بقى في عملية الإنكودينج. إحنا هنا هنريبريزنت كل البوسيبل ستيت، لو عمل ريبريزنت 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1 هناخد كل البوسيبل ستيت، بس هو فعليا بيبعت 2 2 مره واحده، يعني بيبعت 0 0 يبقى اديها البوب او بيبعت 1 0 ايا كان، بس احنا هناخد هندرس كل البوسيبل ستيت. خلينا متفقين ان اليس ليها سيطره بس على الفيرست كيوبيت، فهنا كل الاوبريشن اللي عندي هتبقى على الفيرست كيوبيت بس. طيب لو عندي 0 0 هيطبق اي على الابساي بتاعتي، الابساي اللي هي جايه لي من الاي بي ار سورس السيرفر بتاعي، تمام؟ طيب لو 0 0 قلنا هيطبق اي، لو 0 1 هيطبق اكس، لو 1 0 هيطبق واي، لو 1 1 هيطبق زد. طيب طبعا لو طبق اي على ابساي هتطلع زي ما هي، الزيرو هيفضل زيرو والوان هيفضل وان كفيرست كيوبيت. لو طبقنا اكس، لو طبقنا اكس نتذكر مع بعض كده ان الاكس الزيرو بتخليه واحد والواحد بتخليه زيرو، فكده الفيرست كيوبيت كزيرو هيبقى واحد والواحد هيبقى زيرو، فهتصبح الستيت بتاعتي 1 0 بلس 0 1 على سكوير روت 2. طيب لو طبقنا واي، الواي بتخلي الزيرو بقى زيرو بواحد والواحد نيجاتيف زيرو، هنشيل الاي شويه للتبسيط يعني، فهنخلي الزيرو هتبقى واحد والواحد هيبقى نيجاتيف زيرو. طيب لو طبقت زد، لو عندي الستيت بتاعتي 1 1 واطبق عليها الزد، الزد الزيرو بيفضل زيرو والواحد بيبقى نيجاتيف 1، فهتبقى الستيت اللي معايا 0 0 ماينس 1 1 على السكوير روت 2. يبقى انا كده دي نيو ستيت الاليس هتبعتها البوب، هتبعت واحده منهم بس على كوانتم شانل، هتبعت مثلا دي لو هي عايزه تبعت 0 0 او دي هتبعتها لو عايزه تبعت 0 1، دي هتبعتها لو عايزه 1 0 ودي لو 1 1، تمام؟ تبعت لبوب، فكده بوب هيستلم الستيت اللي معايا، تمام؟ نلاحظ ان الستيت دي كلها في حالة الانتانجلمنت. طيب اول حاجة بوب هيسيطر على التو كيوبيتس اللي عنده، كيوبيت اللي جاي له من السيرفر والكيوبيت بتاع الكوانتم تشانل. طيب بوب هو بيبقى مش عارف ايه الستيت بالظبط اللي جاي له، فهو بينفذ fixed operation على الستيت اللي جاي له بحيث ان هو يوصل للكلاسيكال داتا، التارجت بتاعه انه يوصل للكلاسيكال داتا اللي أليس بعتها له. طيب في الحالة دي انا لو هنا مثلا في الستيت اللي بعتها له، تمام، اول حاجة هيعمل apply C not. ال C not لو مثلا عندي 0 0 هتفضل 0 0 زي ما هي، ال 1 0 الكنترول ب 1 يبقى التارجت هيبقى ب 0. هنا في الست اللي بعديها ال 1 0 هتبقى 1 1 وال 0 0 هتبقى 0 1 هتبقى 0 1 زي ما هي وهكذا. طيب apply C not الكنترول ب 0 هتفضل الست التانية زي ما هي، لو الكنترول ب 1 هيبقى الست التانية هتتغير، لو 0 1 لو 1 تبقى ب 0، تمام؟
نلاحظ هنا ان ممكن اخد كومن فاكتور ككيوبيت تاني، الكيوبيت التاني مثلا هنا الزيرو فاقدر اخده كومن فاكتور بره، هنا الكيوبيت ده بقى بوان فاقدر اخده كومن فاكتور، هنا برضو الكيوبيت التاني بقى بوان، وهنا الكيوبيت بقى بزيرو، فياخد كل ده كومن فاكتور. طيب بعد كده، ادي الستيت اللي عندي هي ابلاي هادمرت على فيرست كيوبيت، اول كيوبيت هي ابلاي هادمرت عليه. لما ابلاي هادمرت على الشكل ده على ال 1 على 1 على جذر 2 0 بلس 1، لما ابلاي هادمرت على ده هيرجع تاني للزيرو. طيب هنا هي 1 بلس 0 هي 0 بلس 1، البلس ابدالي عادي، فبرضه لما اعمل ابلاي هادمرت على السوبر بوزيشن ده هيرجع 0 تاني. هنا هنا دي 1 ماينس 0، لو خدت 0 كومن فاكتور من هنا هتبقى سالب 0 سالب 1، فهيرجع هيبقى هي السوبر بوزيشن بتاع ال 1 فهترجع 1 تاني بالإشارة، وهنا هنا هي 0 ماينس 1 فهترجع 1. لو طبقت هادمر ده على الشكل ده هيرجع تاني ب 1. تمام، أنا بس طبقت على أول كيوبيت، التاني كيوبيت سبته بقى يعني. نلاحظ الشكل اللي انا وصلت له ده، هنا عندي 0 0 اللي هي كانت في الستيت بتاعتي بعتها 0 0 فتمام، اللي بعديها كانت 0 1 فهي اوريدي كانت الداتا المبعوثه من الكلاسيكال 0 1 تمام. طيب هنا 1 1 انا هنا كنت بعتها 1 0 فاصبح فيها 1 1، واللي بعديها 1 0 كانت المفروض ان انا بعت في الكلاسيكال 1 1، فاصبح هنا في ايرور كوركشن، محتاج ايرور كوركشن ان انا اعمله بحيث ان انا اعدل التو فاليوز دي. طيب هنا الايرور كوركشن اللي انا هعمله هطبق سي نوت، يبقى انا بعمل كوركشن على حسب الفاليو اللي راجعه لي من الاوبريشن من الديكودينج. هنا مثلا انا هطبق سي نوت، فهنا مثلا لما اطبق سي نوت ال 0 0 هتطلع تاني 0 0، ال 0 1 هتفضل 0 1، ال 1 0 هيبقى 1 0، ال 1 ال 1 0 هترجع 1 1. يبقى انا كده بعد ما عملت الكوركشن هوصل لل الكلاسيكال بتاعي، بس عشان اوصل للكلاسيكال واشيل الكوانتم هعمل بس ميجرمنت هترجع لي الفاليو الكلاسيكال تاني. تمام، انا هنا فعلا كنت بعتك كلاسيكال 0 0 وهنا بعت 0 1 1 0 1 1، هو بيبعت واحده بس احنا درسنا كل البوسيبل ستيت. طيب عشان نتخيل برضو المنظر خلينا نشوف الكوانتم سيركت شكلها عامل ازاي. ادي الكوانتم سيركت بتاعت الدنس كودينج. اول حاجه هنبدا بالاي بي ار سورس، هنا مثلا بعتاله 0 0، اول حاجه هيطبق هادمرت وبعد كده سي نوت، وقلنا واير منه هيروح لأليس والواير التاني هيبقى لبوب. الواير اللي هيروح لأليس، أليس طبعا هيبقى عندها تو وايرز تانيين للكلاسيكال داتا، لو هو عمل ريبريزنت الداتا كزيرو زيرو فهيطبق اي، لو زيرو وان هيطبق اكس، لو وان زيرو هيطبق واي، لو وان وان هيطبق زد على الكيوبيت ده. بعد ما يخلص الاوبريشن على حسب الداتا اللي جايله هيطلع هنا ويدخل على الديكودر، الديكودر او وصلت لبوب، فمن هنا الفاليو اللي جايله اول حاجه هيحصل لها هيطبق سي نوت، وبعد كده هيطبق هادمر، وبعد كده عشان اعمل كوركشن هطبق سي نوت تاني، وبعدين بعمل ميجرمنت فبتطلع لي الفاليو في الاخر الزيرو على حسب الكلاسيكال اللي داخله لي هتطلع لي هنا، لو هنا مدخله اي بي ايا كانت الفاليو اللي داخله هتطلع بعد الميجرمنت بنفس الفاليو. تمام، فيبقى الاي بي ار سورس باختلاف الفاليو اللي داخله لي هتختلف معايا خطوه الكوركشن في الاخر، يعني لو مدخله 0 0 فهعمل سي نوت، لو مدخله 0 1 هتختلف الكوركشن هنا، مدخله 1 0 هتختلف 1 1 هتختلف، هيختلف بس الخطوه بتاعه الكوركشن، لكن كل السيستم هيبقى زي ما هو. تمام، فممكن بقى حضراتكم بس تقعدوا بقى تجربوا، لو مثلا دخلت هنا 1 0
ممكن مثلا يبقى هنا الكوركشن ايه الاوبريشن اللي هعملها، مثلا هل محتاج احط سي نوت، محتاج احط اوبريشن تانية، محتاج احط جيت اد كام جيت زد اكس واي ايا كان الجيتس، على حسب اللي انا وصلت له في الاخر عايز احوله للكلاسيكال ازاي. تمام، بكده احنا خلصنا الكوانتم دنس كودينج. في اي اسئلة؟ انا مش ظاهر عندي حد رفع ايده. في يوسف، باشمهندس يوسف اتفضل، ممكن تعمل unmute. ايوه حضرتك، حضرتك سامعني كده؟ اه اتفضل. تمام، انا بس كنت عايز اعرف ايه الميزه في الاي بي ار ستيتس اللي خلتنا، او اللي هي البيل ستيتس دي اللي خلتنا نستخدمها في الكوانتم كوميونيكيشن. الاي بي ار ستيت ده سيرفر بس عشان اعمل الانتنجمنت، اعمل الستيت بتاعت الانتنجمنت بس. يعني ما كانش ينفع استخدم اي شكل انتنجلمنت غير الاي بي ار ده؟ ينفع استخدم اي شكل انتنجمنت تاني، ما هو عندي كل البيل ستيت الاربعه اقدر استخدمهم على حسب. مثلا انت باعت، ما احنا قلنا ان حضرتك لو باعت هنا 0 0 هيبريزنت بشكل معين، لو 0 1 هي كل البيل ستيت، كل البيل ستيت هيبقوا زي ما هم، بس لو غيرت حاجه في الفاليو اللي داخله للبيل ستيت هيتغير بس الخطوه بتاعه الكوركشن، بس كل السيستم هيشتغل عادي، بس ايا كان الفاليو اللي دخلتها هنا للبيل ستيت هي ريبريزنت عادي، بس الخطوه الوحيده اللي هتتغير هي الكوركشن. تمام، شكرا. معلش انا مش شايفه اي حد تاني، في حد تاني؟ بالتالي ما فيش أي أسئلة ثانية. تمام تمام شكرا لحضراتكم. هنكمل بقى مع ضحى التليبورتيشن. فاتفضلي يا ضحى. انا البرزنتيشن بتاعتي باينه؟ تمام يا ضحى. تمام، السلام عليكم ورحمه الله. انا اسمي ضحى عبد الفتاح، تيتشنج اسيستنت في قسم رياضيات وعلوم الحاسب في كليه العلوم الكسندرا يونيفرسيتي، وماستر ستودنت وريسيرشر في الكسندرا كوانتم كومبيوتنج جروب. وهنتكلم مع بعض النهارده على الكوانتم تيليبورتيشن. بس يعني نشوف كده الاجنده بتاعتنا. المفروض ان احنا يعني المفروض بريف انتدكشن على الانتنجلمنت، بس هي ساره يعني قالتها انتنجل ستيتس اي بي ار سورس، وبعدين هنبدا ان احنا نخش على الكوانتم تيليبورتيشن. زي ما ساره قالت من شويه، ايه هو الكوانتم انتنجلمنت؟ عباره عن سترينج فينومينا موجوده بتقول ان اي تو بارتيكلز لو كانوا بيكونوا كورليتد مع بعض، لو حصل اي تشينج على في الستيت بتاع واحد منهم immediately بيحصل تشينج على التاني ايا كانت الديستنس اللي ما بينهم. يعني انا لو مثلا افترضت ان انا عندي بارتيكل موجوده في لاب ما على الارث، ولاب وبارتيكل تانية موجوده في حته تانية خالص يعني بعيد جدا في مجموعه شمسيه تانية وات ايفر، فين اللي هيحصل على البارتيكل ده هيأثر على البارتيكل التاني، وحرفيا يعني الموضوع بيبقى faster than the speed of light. فيعني موضوع الانتانجلمنت ده فعلا بتعتبر ظاهره يعني
هي strange phenomena بس ظاهرة ممتازة يعني في موضوع كمان بالذات كابليكيشن. لو احنا اتكلمنا على الكوانتم كوميونيكيشن ابليكيشنز زي الدنس كودينج وزي ما هنقول برضو دلوقتي في الايه التليبورتيشن. الظاهرة دي اكتشفوها ثلاث علماء اينشتاين وبودوفسكي وروزن. واينشتاين وصفها بالسبوكي اكشن ات ديستانس. عملوا بيبر سنه 35 اتكلموا فيها عن الظاهره دي اللي اكتشفوها بتاعه الانتانجلمنت دي. زي ما قلنا الانتانجلد ستيت هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بيكون عندي كيوبيت. السيستم بتاعي بيبقى كده A00 زي B11 من الاخر. ده بنسمه انتانجلمنت. ليه ده ما بقدرش ان انا زي ما قلنا ان انا ابروك ات داون تو اتس انديفيديوال كومبوننتس؟ يعني ما ينفعش اخد منه كومن فاكتور. فانا لو عندي حاجه بالشكل ده دي كده مش انتانجلد. ليه؟ لان انا هنا ممكن اخد كومن فاكتور من هنا واحد، وبالتالي بلاقي هنا ان اللي هيتبقى عندي A0 بلس B1، يبقى انا هنا كده ايه دول مش انتانجلد. لكن دول ما ينفعش اخد منهم كومن فاكتور، دول مرتبطين ببعض، دول ما ينفعش يتكسروا للايه للانديفيديوال كومبوننتس بتاعتهم. هنتكلم على الاي بي ار سورس برضو سريعا. هي الفكره كلها ان هي بتبقى عباره عن سيركت، احنا بنبقى عايزين نجنريت انتانجلد ستيت. فازاي بجنريت الانتانجلد ستيت ده؟ ان انا بعمل سيركت. السيركت دي بتبقى عباره عن بابلاي هادمارد جيت وبعد كده بابلاي سي نوت جيت. فمثلا لو انا قلت لو انا كده جيت عملت تريس للسيركت دي، فانا لو مدخله 00 فبلاقي هنا ان الاوبساينوت في الحته دي هي 0 تنسور 0. 0 تنسور 0 اللي هي 00 يعني. لو انا جيت دلوقتي طبقت هادمارد على الفيرست كيوبيت، يعني كاني بطبق ايدنتيتي على السكند كيوبيت، لان انا لما ببقى مش عايزه اطبق حاجه على يعني مش عايزه اطبق حاجه على 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 كيوبيت معينه، ببدا ان انا اطبق ايدنتيتي. معناها ان انا يعني ايه؟ عشان الايدنتيتي جيت زي ما احنا عارفين هو مش ملهوش يعني بيرجع الكيوبيت زي ما هي. فببدا ان انا لو انا طبقت هادمارد فبلاقي طبعا ان هنا هادمارد جيت احنا عارفين ان الزيرو بتحولها ل1 اوفر سكوير روت 0 بلس 1 0 بلس 1 الكل يعني للسكوير اوفر سكوير روت 2 تنسور 0 اللي هي هتفضل زي ما هي عندي. لو انا دخلت يعني عملت التنسور برودكت عندي هنا وعملت الكومباينيشن للسيستم ده فهيظهر عندي 1 اوفر سكوير روت 2 0 0 بلس ايه 1 0. دي الاوبساي 1 يعني دي عند الحته دي كده. عند الحته دي كده ده لسه مش انتانجلد. ليه؟ انا هنا ممكن اخد كومن فاكتور 0 فبالتالي ده كده مش انتانجلد. علشان يبقى انتانجلد هطبق سي نوت، وزي ما احنا عارفين السي نوت بيبقى عندي كنترول وتارجت. فالكنترول عندي هو لو كان ده الكنترول وده التارجت، فلو الكنترول عندي كان بصفر فمش هيحصل حاجه للتارجت، ولو كان الكنترول عندي بواحد فالتارجت عندي هيتغير. وبالتالي لما باجي بشوف هنا الكيوبيت الاولانيه المفروض ان هي بصفر، طالما هي بصفر يبقى الكيوبيت الثانيه مش هيحصل فيها ايه مش هيحصل فيها اي مشكله، فهتنزل زي ما هي مش هيحصل فيها تغيير. لكن طالما دي بواحد بيشوف الكيوبيت الثانيه لو كانت بصفر هيحولها بواحد، طب لو كانت بواحد هيحولها بصفر، يبقى في الحاله دي بقت 1 اوفر سكوير روت 2 هي 0 0 بلس 1 1. يبقى انا هنا كده قدرت ان انا احصل على ايه؟ على الانتانجلد ستيت من الاي بي ار سورس بتاعتي دي. البل ستيتس بتاعتي عندنا اربعه بل ستيت زي ساره ما قالت، اللي هم الايه ال 0 0 بلس 1 1 او 0 0 ماينس 1 1 وال 0 1 بلس 1 0 وال 0 1 ماينس 1 0. طب ازاي دول ظهروا بالشكل ده؟ ولا حاجه. انا لو تتبعت السيركت دلوقتي هلاقي هيظهر عندي نفس الايه هيظهر عندي لو تبعتها بالطريقه اللي انا تبعتها من شويه هنا هلاقيها بتظهر بنفس الكيفيه، بس باختلاف مثلا النيجاتيف ساين دي مثلا ظهرت نتيجه ان ال 1 مثلا لما بطبق هادمارت بتبقى 1 على جذر 2 ل 0 ماينس 1 بدل 1 على جذر 2 0 بلس 1. يعني according to the input بقى اللي بنشوف الجيت لما بيتطبق عليها المفروض بايه بيطلع ايه. فنيجي نتكلم بقى على التليبورتيشن. ايه هو التليبورتيشن عامه في الساينس فيكشن موفيز؟ لو الناس بتتفرج على ساينس فيكشن موفيز التليبورتيشن اللي هو الانتقال الاني، او اللي هو انه حد بينتقل من حته لحته في ساعتها، يعني بيتحول لبارتيكلز كده وتلاقيه ظهر تاني في حته تانيه خالص. هو ده التليبورتيشن. طيب كوانتم تليبورتيشن، هل كوانتم تليبورتيشن احنا هنعمل كده يعني هنعمل الماجيك اللي بيعملوه في الساينس فيكشن ده؟ لا احنا مش هنعمل الماجيك ده، بس هنبدا نشوف مع بعض كده الكوانتم تليبورتيشن ده هو عباره عن ايه.
الكوانتم تيليبورتيشن هو عبارة عن كوانتم كوميونيكيشن بروتوكول، بيبقى عندي اتنين بارتيز أليس وباب، المفروض ان هما بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض، وأليس بيكون عندها unknown qubit وبتكون عايزة انها تبعتها لمين؟ لباب. المين تشالنج هنا في الكوانتم تيليبورتيشن ان انا سوري ان انا لما باجي ابعت الكوانتم الانون كيوبيت دي ببعتها عن طريق كلاسيكال شانلز مش عن طريق كوانتم شانلز، مش زي السوبر دنس كودينج لما انا ببعتها على ايه، على كوانتم شانل. وبالتالي بلاقي هنا نبدا نشوف الموضوع بيبقى عباره عن ايه. الاول يعني ايه انون كيوبيت؟ فانون كيوبيت عندي هي حاجه بالشكل ده، ان بيبقى عندي كيوبيت بتساوي A 0 زائد B 1، يعني الA والB عندي unknown. يعني انا لو قلت مثلا عندي اوبساي بتساوي 1 over square root 2 0 plus 1 over square root 2 1، دي كده انا عارفه الA والB بتاعها، فدي مش unknown. لكن دول الA والB دول unknown بالنسبه لي. طب ايه مشكله الunknown دلوقتي؟ انا لو انا حصل والسوبر بوزيشن بتاعي ده اتكسر، انا مش هقدر ان انا اعمل له ريكونستراكشن تاني. ليه مش هقدر ان انا اعمله ريكونستراكشن تاني؟ لان انا معرفش ايه هي اليونيتري اوبريتور اللي اتطبقت على مثلا الصفر علشان تطلع لي الشكل السوبر بوزيشن ده. يعني انا لو عندي واحد على جذر 2 0 زائد واحد على جذر 2 1 وانا طلع لي مثلا صفر، فانا عارفه ان الهادمارد جيت لو انا طبقته على الصفر هيطلع لي الشكل ده. لكن انا في الكيس دي انا معرفش يونيتري اوبريتور ايه هي علشان ترجع لي تاني الشكل ده، وبالتالي مجرد ما السوبر بوزيشن ده هيتكسر خلاص، يبقى دي كده unknown qubit انا ما اعرفش الايه الامبليتيودز بتاعتها او الايه والبي بتاعها. بس اللي اعرفه طبعا ان الاي سكوير بلس بي سكوير بيساوي واحد. الفكره كلها ان احنا هنعمل برضو موضوع الاي بي ار سورس ده او عشان يطلع لي entangled pair of particles. هو الاي بي ار سورس اهو تمام، بيطلع لي الانتانجل بير اوف بارتكلز، بيدي كده نسخه لباب ونسخه لاليس تمام. يعني لو احنا قلنا ان الانتانجل بريباريشن بتاعي كان 1 اوفر سكوير روت 2 0 0 بلس 1 1، ده كده اللي طلعه الاي بي ار سورس بتاعي، فنسخه منه هتروح لاليس ونسخه منه هتروح لباب، وبنلاقي ان الكيوبيت الاولانيه دي هي بتبقى تحت سيطره اليس والكيوبيت الثانيه بتبقى تحت سيطره باب، فبلاقي ان دي كده اليس ودي تحت سيطره باب ودي تحت سيطره اليس ودي تحت سيطره باب. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نمشي في البروتوكول واحده واحده. بيبدا بعد كده ان هو عايز ان هو يعمل ايه، يرايت داون الانتاير سيستم مع بعض. الانتاير سيستم بتاعي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الانون كيوبيت بتاعتي. الانون كيوبيت دي عند مين؟ لسه عند اليس، واليس كمان معاها المفروض الفيرست كيوبيت من الايه، من الانتانجلد ستيت دي. وبالتالي هلاقي ان اليس المفروض دلوقتي بتقدر ان هي تتحكم في 2 كيوبيتس، وباب بتتحكم في 1 كيوبيت. فانا لو جيت شفت دلوقتي الـ 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 الشكل ده كده، لما انا اجي اعمل تنسور برودكت ما بين الفاي وما بين الاوبساي نوت، زي ما عملت تنسور برودكت ما بين الزيرو والزيرو من شويه في الستيت بتاعت لما كنت بعمل الاي بي ار سورس، بنعمل هنا التنسور برودكت ده. فدي الفاي هي عباره عن اي 0 بلس بي 1، والاوبساي نوت هي عباره عن 1 اوفر سكوير روت 2 اللي هي 0 0 بلس 1 1. لو انا جيت دلوقتي اكتبها فهتبقى عباره عن ايه، هقول هنا ال1 اوفر سكوير روت 2 دي هطلعها بره ككومن فاكتور، ودي هتبقى عباره عن ايه، a 0 0 0 بلس a 0 1 1 بلس b 1 0 0 بلس b 1 1 1. يبقى ده كده بعد ما جمعت الايه، بعد ما عملت الانتاير سيستم بتاعي، حطيت كده دلوقتي الايه الانون كيوبيت مع مين، مع الانتانجلد ستيت. هنعمل ايه دلوقتي؟ اليس هتابلاي سي نوت جيت اون ذا فيرست تو كيوبيتس. هل اليس تستطيع انها تعمل كده؟ اليس تستطيع تعمل كده. ليه؟ لان اليس تحت سيطرتها اول تو كيوبيتس اللي هي بتاعت الانون وبتاعت مين، اول واحده بتاعت الانتانجمنت، وبالتالي لو هي اطبقت سي نوت على دول مفيش اي مشكله. وطبعا احنا عارفين ان سي نوت جيت لازم تطبق، هي اصلا جيت بيطبق على 2 كيوبيتس مش سنجل كيوبيت جيت. طيب يا ترى الشكل هيطلع هنا عامل ازاي؟ زي ما قلنا طالما دي زيرو يبقى مش هتغير في دي، يبقى دي هتنزل زي ما هي. طالما دي زيرو يبقى مش هتغير في دي، يبقى دي هتنزل زي ما هي. لما دي تبقى بواحد فساعتها لا هتغير في دي، يبقى دي كانت بزيرو يبقى هتبقى بواحد، يبقى دي هتبقى بدل ما هي بي 1 0 0 هتبقى بي 1 1 0، ودي واحد
فيبقى هتغير في دي، طالما دي واحد يبقى هتبقى بايه؟ يبقى هتبقى بزيرو. يبقى هلاقي اهو لما انا طبقت سي نوت هتبقى ايه؟ هتبقى بالشكل ده كده. تمام؟ طيب بعد كده أليس هتعمل ايه؟ بعد ما طبقت السي نوت على اول 2 كيوبيتس هتطبق هادمارد جيت على الفيرست كيوبيت. فلما تطبق هادمارد جيت على الفيرست كيوبيت هلاقي اللي بيحصل، فيرست كيوبيت عندي اللي هي دي، فلما انا اطبق هادمارد جيت على الزيرو فده معناه ان هي هتبقى الناتج بتاعها ايه اللي هي المفروض 1 اوفر سكوير روت 2 0 بلس 1 اوفر سكوير روت 2 1. لو خدت كده السكوير روت دي سكوير روت 2 دي ككومن فاكتور هتبقى a اوفر سكوير روت 2 هي كومن فاكتور، وهيبدا ان هو يحط جوه ال0 بلس ال1 صح كده، ومعايا بره مين ال0 0 اللي هي اصلا كنت مطبقه عليها ايدنتيتي ما عملتش فيها اي حاجه نزلتها زي ما هي، بلس برضو دي 0 نفس القصه هتبقى برضو 0 بلس 1، وهنا عندي هنا a over square root 2 وال1 1 هتنزل زي ما هي. هنا انا بطبق هادمارد جيت على 1 مش على 0 فهتبقى ايه 1 over square root 2 0 minus 1 over square root 2 1، وبالتالي هقول هنا ان انا عندي b over square root 2 0 minus 1، وعندي ايه ال1 0 دي هتنزل زي ما هي. وهنا برضو هطبق الهادمارد برضو هتبقى بنفس الشكل اللي هي 0 minus 1، وبره هنا هحط b over square root 2 ككومن فاكتور، ومعايا هنا ايه ال 0 وال 1. طيب اعمل ايه؟ هبدا ان انا برضو اظبط الشكل كده ادخل دول ايه جو. فهعملها ازاي؟ فبعد ما ادخل دول جوه اهو هتبقى عندي هنا الاول السكوير روت اللي تحت دي ممكن نطلعها بره، فهتبقى 1 over 2 نص ككومن فاكتور، وبعدين جوه هبدا ان انا اقول يبقى انا عندي هنا ايه 0 0 0 عندي هنا ايه 1 0 0 عندي هنا ايه 0 1 1 عندي هنا ايه 1 1 1 عندي هنا بي 0 1 0 ماينس بي 1 1 0 بلس بي 0 0 1 ماينس بي ايه 1 0 1. تمام؟ طيب بعد ما ظهر عندي الشكل ده اهو انا كاتبه تاني، هيبدا ان هو يعمل ري رايت. عايزه بس اعمل ري رايت للايه للشكل ده. ازاي اعمل له ري رايت؟ ان انا عايزه ابدا اشوف ممكن اخد كومن فاكتورز من مين. فانا هلاقي مثلا هنا ان انا عندي 0 0 موجوده هنا و0 0 موجوده هنا، فهاخد من هنا ومن هنا كومن فاكتور 0 0 يتبقى عندي جوه ايه a 0 بلس بي 1 بلس هاخد كومن فاكتور 0 1 من هنا وايه و0 1 من هنا، يبقى هيتبقى عندي جوه ايه a 1 بلس بي 0 بلس هاخد كومن فاكتور 1 0. لو خدت كومن فاكتور 1 0 فهيتبقى عندي ايه a 0 ماينس بي 1 اهي دي هنا 1 0 يبقى تبقى ماينس بي 1. طيب لو خدت كومن فاكتور 1 1 لو خدت كومن فاكتور 1 1 هتبقى a 1 ماينس ماينس a b 0. ليه؟ عشان انا خدت هنا كومن فاكتور 1 1 هتبقى a 1 وهنا عندي ال 1 1 اهي يبقى ماينس b 0. طيب بعد كده لما عملت الري رايت ده هعمل ايه؟ هبدا ان انا اعمل ميجرمنت. اليس هتبدا ان هي تعمل ميجرمنت على الفيرست 2 كيوبيتس. لما اليس تعمل ميجرمنت على الفيرست 2 كيوبيتس لو الكيوبيت الاولانيه كانت بصفر والكيوبيت الثانيه كانت بصفر فده معناه طبعا السوبر بوزيشن ده ايه خلاص هيبقى ديسترويد، وساعتها السيستم هيبقى كولابس عندي الايه للاي 0 بلس البي 1، يبقى هيحصل بروجكشن يبقى هيبقى باي 0 زائد بي 1. لو اليس عملت ميجرمنت على الاولانيه طلعت بصفر والثانيه طلعت بواحد يبقى السيستم هيحصل له كولابس على ايه على a واحد زائد b زيرو. لو طلعت لها الاولانيه بواحد والثانيه بزيرو يبقى هيبقى كولابس على الشكل ده a زيرو ماينس b واحد، ولو كانت الاولانيه بواحد والثانيه بواحد يبقى ساعتها هيحصل لها كولابس على الشكل ده. دي كده كل البروبابيلتيز اللي ممكن تحصل، اللي هي ممكن تطلع زيرو زيرو او زيرو واحد او واحد زيرو او واحد واحد، كل البروبابيلتيز ممكن تحصل للايه لكل كيوبيت منهم. طيب فين حتة الكوانتم تليبورتيشن في الحتة دي؟ يعني ليه بقى احنا سميناه كوانتم تليبورتيشن؟ الفكرة كلها ان احنا لقينا ان حصل ان الكيوبيت التالتة دلوقتي في الحتة دي لو احنا شايفين كده مع بعض
حصل ان الكيوبيت الثالثه بقى فيها الاي والبي اهو، بقى فيها الاي والبي فجاه، علشان كده هم سموها كوانتم تيليبورتيشن. بس دي ظهرت طبعا نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا في البدايه خالص عملت ايه، عملت الاوبريشنز دي، ان انا في الاول خالص عملت ان انا عملت كومباين للسيستم بتاعي، وبعدين بدات اعمل الاوبريشنز دي لحد ما وصلت للحته دي. بس هم عشان كده سموها كوانتم تيليبورتيشن، علشان فجاه بدأ بعد ما هي كانت موجوده الاي والبي عند الفيرست عند اليس، بقت دلوقتي موجوده عند مين؟ عند بوب، عند الثيرد كيوبيت. بعد عمليه الميجرمنت دي، زي ما قلنا بقى، بعد ما هو عمل عمليه الميجرمنت دي، الفكره كلها ان اهو دي كده الاشكال. لو طلعت 0 0 هيبقى الشكل عامل كده، ولو 0 1 هيبقى الشكل عامل كده، ولو 1 0 ولو 1 1. طيب بوب دلوقتي وصل له الانون كيوبيت، زي ما احنا شايفين لو هو وصل له a0 plus b1 فهو كده وصل له الانون كيوبيت المظبوطه، لكن لو وصل له الحاجات التانية دي هيحتاج يعمل كوركشن عليها علشان توصل له في الاخر الايه، الكيوبيت المظبوطه. طب هو هيعمل الكوركشن دي according to ايه؟ according to ان اليس هتبعت له through classical channel، هتقول له ان الميجرمنت ريزلت بتاعتها كانت كذا. فمثلا اليس هتقول له انا عملت ميجرمنت وطلعت الايه، الفيرست كيوبيت بتاعتي بصفر والسكند كيوبيت بتاعتي بواحد. يعني ايه كلاسيكال شانل؟ يعني هتكلمه في التليفون مثلا، تقول له، هتبعت له ايميل مثلا تقول له، دي كلاسيكال شانلز. تمام. طيب الكوركشن ده هيكون عباره عن ايه؟ قال لك لو كانت طبعا صفر صفر فهي هتبقى زي ما هي، فانا هابلاي اي جيت عادي فمش هيحصل اي حاجه. لو احنا قلنا صفر واحد فانا هابلاي اكس جيت، فالاكس جيت بتعمل ايه؟ هتقلب الواحد لصفر وهتقبل الصفر لواحد. لو انا عندي واحد صفر فانا هيبقى عندي ايه، 0 ماينس بي 1، فانا مجرد هطبق زد جيت، والزد جيت اللي هو بيعمل ايه، اللي هو الصفر بيفضل زي ما هو والواحد بيبقى بنيجاتيف 1، فهتبقى ايه، النيجاتيف ايه هتروح مع النيجاتيف، فهتبقى ايه، a0 بلس b1. ولو عندي المسج كانت 1 1 او الـ 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 يعني المسج اللي بعتها اليس 1 1 اللي هو نتيجه الميجرمنت بتاعها، هيبقى عندي هطبق الايه، الواي جيت، فهقول له هنا ان النوت الواي جيت احنا عارفين ان هو ايه، لو كانت بصفر هتبقى بواحد، ولو كانت بواحد هتبقى ماينس اي صفر. وبالتالي الاي دي احنا عارفين ان هي مجرد، الاي دي عندنا مجرد فيس شيفت مش اكتر. لو انا حطيت الفاي عندي بصفر فده معناه ان انا بقيت نيجاتيف، مفيش مشكله، بقت زي كان يعني كان ال1 عندي بقت بنيجاتيف 0. وبالتالي دي ممكن ان انا اقول كده، يبقى هنا دي هتبقى بزيرو، واللي هنا هتبقى ب1، والبلس هتروح والماينس هتروح مع الماينس هتبقى ببلس. يبقى هنا عمل ايه؟ عمل الكوركشنز بتاعته according to المسج اللي اليس كانت بعتها، وقدر ان هو يوصل عنده كده دلوقتي الانون كيوبيت دلوقتي بقت عنده ايه؟ عند بوب. نشوف دايجرام يعني سريع يلخص الموضوع. احنا في الاول خالص قلنا عندنا اي بي ار سورس، والاي بي ار سورس ده المفروض ان هو بيدخل هنا، لو انا طلع عليه الانتانجلد ستيت دي يبقى هو كان مدخل 0 0، لو هو طلع انتانجلد ستيت ثانيه من الفور بال ستيتس اللي عندي سواء 0 1 او 1 0 او 1 1، بس شكل البال ستيت هيتغير. وبعد كده بيبقى دي كده الاي بي ار سورس اللي هو بيطبق هادمرد وبعدين سي نوت. بعد كده بيبدا يدي نسخه منه الاليس ونسخه منه البوب. بعد كده بيبدا ان هو اليس اهي عندها دلوقتي الانون كيوبيت، فبتبدا ان احنا نطبق سي نوت اهو على ايه، على الـ الاول طبعا بنعمل لهم كومباين مع بعض، بعد كده بيطبق السي نوت على اول 2 كيوبيتس، بعد كده بيبدا يطبق الهادمرد اهو على اول كيوبيت، بعد كده بيابلاي ميجرمنت، وبعد ما بتابلاي ميجرمنت بتبعت بقى الايه، الناتج الميجرمنت ثرو كلاسيكال شانل. واكوردنج تو الكلاسيكال شانل دي بوب بتبدا ان هي، بوب بيبدا ان هو يعمل ايه، يعمل الكوركشن. فمعنى الدايره السيركل دي اللي هي مش متلونه دي كده معناها ان هو لو جات له 0 0 دي كده معناها لو جات له 0 1 دي كده معناها لو جات له 1 0 او لو جات له 1 1. تمام. دي الكنترولز بتاعتي، ان هي لو كانت بصفر وصفر فطبق اي، هنا لو كانت بصفر وواحد فطبق اكس، وهكذا يعني. بس يعني كده انا خلصت البرزنتيشن بتاعتي بتاعت الكوانتم تيليبورتيشن، ولو في اي اسئله انا مستعد.
طيب في سؤال بس أنا مش عارف أعرف الاسم بصراحة. CSS EIF. ممكن حضرتك تتكلم دلوقتي. تمام كده مسموع؟ تمام سيف. معلش هو أنا عندي سؤال يعني ممكن يبقى مش تك ريليتد قوي او مش كوانتم قوي، بس هو احنا بنستخدم تيليبورتيشن علشان لسه مش هنقدر نبني كل حاجه مره واحده، فهيبقى محتاجين ننقل الحاجه بتاعتنا فالشانلز هتبقى كلاسيكال، ولا ده الميثود بتاعتنا او التراك بتاعنا؟ يعني تقصد احنا بنستخدم تيليبورتيشن ليه يعني ولا يعني انا لاحظت ان قبلها احنا بننقل كلاسيكال داتا through quantum channels، فتخيلت ان الكوانتم channels already موجوده، فتليبورتيشن هل موجوده قبلها ولا احنا بنحب ننقل كده ليها مميزات مثلا او حاجه زي كده؟ مش اوير قوي بصراحه. هما دول اتنين بروتوكولز مختلفين. هي فكره الدنس كودنج بتعتمد على اني انقل داتا كلاسيكال داتا اسرع من ان انا بنقل، عشان بنقلها ثرو كوانتم شانل، فهو بيبدا ان هو يبعت 2 بيتس 2 بيتس وبالتالي بتديني سرعه اكتر. في حاله الكوانتم تليبورتيشن هو بروتوكول اخر بيعتمد ان انا عايزه انقل انون كيوبيت من حته لحته من غير ما يحصل فيها ايه، يعني من غير ما اكون اكسر السوبر بوزيشن بتاعها، بحيث ان انا ما اعرفش اقدر مش هعرف اعمل ريكونستراكشن للسوبر بوزيشن بعد كده. فانا يعني هو الداتا اتحولت من هنا لهنا مش ثرو كلاسيكال شانل. ثرو كلاسيكال شانل حصل ان هم اليس اتكلمت وقالت لبوب نتيجه الميجرمنت بتاعتها بس. يعني ده مش النتوركينج نفسه حصل كلاسيكال، هو بس احنا يعني كسرنا الميجرمنت وبلغنا الناحيه الثانيه بالميجرمنت بتاعتنا. ايوه بالظبط. معلش ضحى، معلش استاذنك بس عايز اعلق شويه على السؤال بتاع الباشمهندس. الشانل الكوانتم شانل اللي احنا بنستخدمها لنقل الداتا دي موجوده وبنستخدمها على فكره من سنين، دي بتبقى فايبر اوبتكس، والداتا الكوانتم داتا بتبقى عباره عن لايت، ولكنه لايت بولارايزد، يعني بيعدي كده على بولارايزر علشان ننكود فيه الداتا. وبالتالي فكره التليبورتيشن وفكره الهاردوير والكوانتم شانل اللي احنا بننقل عليها الكوانتم داتا دي موجوده على فكره، وبالتالي دي ما هياش حاجه غريبه. الحاجه الثانيه، احنا ليه بنستخدم التليبورتيشن اصلا؟ عشان انقل الداتا الكوانتم داتا. انت عايز تنقل الكوانتم داتا من كوانتم ديفايس، زي ما سيادتك كده بتحط الفلاشه على الجهاز عشان تاخد نسخه من الداتا بتاعتك على الفلاشه، بس احنا ما عندناش في الكوانتم كوبي، في عندنا موف بس. فالكوانتم تليبورتيشن لو على سمول ديستانس انت بتموف داتا، سواء بقى لونج ديستانس او سمول ديستانس او وات ايفر، التليبورتيشن هي كوانتم داتا موفمنت، انت بتنقل الداتا. فهو ده الهدف الاساسي بتاعها، ان انت بتنقل داتا كوانتم من مكان لمكان. يعني احنا بنكسرها فبعد كده بنعمل لها موفمنت، يعني طب ليه اول ما بتتكسر بيحصل لها موفمنت؟ يعني اول ما اليس بتعمل ميجرمنت الداتا بتظهر عند بوب، خلاص يبقى كده الداتا اتنقلت. ده الهدف بتاعنا ان احنا عايزين نكسرها اصلا، ننقل داتا. لا مش الهدف ان احنا نكسرها، الهدف ان احنا ننقل الداتا. مش الهدف ان احنا نكسرها اكيد يعني. طب ليه ما بنستخدمش الكوانتم شانلز على طول؟ يعني ايه ليه ما بنستخدمش الكوانتم شانلز على طول؟ يعني ليه ما بنسيبش الكوانتم او كيوبيتس على طول بولارايزد ولايتس وبنستخدم الشانلز؟ هتنقلها من مكان لمكان، هتنقلها ازاي؟ هناك يكسرها. موف، انت عايز تعمل موف يو كانوت كوبي، فلو عايز تعمل موف للداتا من مكان لمكان هي دي كوانتم تليبورتيشن بقى. ماشي. شكرا يا دكتور. معلش التليبورتيشن از كونسبت غريب شويه، يعني ما صعب ان انت تصدقه من اول واحده كده، ولكن لو سيادتك شفت الاكسبيرمنت هتلاقي ده موجود وبيتنقل يعني على عشرات الكيلومترات دلوقتي. الكلام ده موجود براكتيكالي، ده يخلينا ممكن نصدقه شويه يعني. خلاص تمام، شكرا جدا. في اي سؤال تاني؟
دي مصطفى. مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مصطفى من الجزائر، عندي سؤالين. السؤال الأول هو هل يوجد تأثير للديستانس، يعني تكون ديستانس كبيرة جدا أو متوسطة، يعني هل يوجد تأثير في التليبورتيشن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني A و B، يعني هل هما نفسهم في الكوانتم ميكانيكس مؤثرات الخفض والرفع؟ هو أنا ما فهمتش السؤال الثاني، بس السؤال سؤالي العامي الفاكتور A و B، هل هم نفسهم نفس الشيء the same creation and annihilation operator in quantum mechanics؟ طيب هو الرد على السؤال الأول اللي هو الديستنس، يعني هو المفروض ان احنا زي ما قلنا من شويه موضوع الانتانجلمنت، لما بيكون عندي اتنين قلنا في الانتانجلمنت بيكون عندي اتنين بارتيكلز، فاي تاثير هيحصل على واحده منهم المفروض ان هو هيحصل على الثانيه، وبالتالي يعني whatever the distance I think ان ال هيحصل التاثير، يعني كده كده تأثير الانتانجلمنت بيظهر زي ما احنا قلنا الكونسبت بتاع الانتانجلمنت. انا السؤال الثاني مازال مش واضح قوي دكتور احمد، لو مش عارف حضرتك. هو بس اتلخبط من الاي والبي، دول اللي هم اليس وبوب اللي هي السندر والريسيفر. بس هو يعني الاسمين دول كومون في كل الكتب بتاعه الكمبيوتر والكوميونيكيشن، فالA والB دول هما السندر والريسيفر، دول أشخاص، دول بيمثلوا أشخاص بارتز، هما اللي بيحاولوا يعملوا كوميونيكيشن مش أكتر من كده. شكرا جزيلا لكم. في أي أسئلة ثانية ولا؟ لا أنا مش شايف أسئلة ثانية خالص. تمام، انا كده خلصت. المفروض بسمة دلوقتي معانا هتشرح الدويش جوزي الجوريثم. اتفضلي يا بسمة. كده واضح؟ تمام يا بسمة. أنا بسمة أحمد الياس، معيد طالبة ماجستير في كلية العلوم. أول حاجة هنتكلم النهاردة عن الدويتش ألجوريزم، وهنتكلم عموما عن الألجوريزم. بس أنت مش عايز تقولي قلت ليه؟ لا. بعدين هنتكلم أول حاجة عن الكوانتم ألجوريزم. إحنا عارفين أصلا اللي إحنا عندنا في كلاسيكال في ألجوريزمز كتير. بالتالي احنا لما يعني هنشتغل كوانتم هنحتاج برضو الجوريزم. الكوانتم الجوريزم بيستخدم الكيوبيتس عشان يسولف البروبلمز، بيحل البروبلمز بطريقة احسن او اسرع من الكلاسيكال كمبيوتر. اشهر حاجتين موجودين عندنا او اثروا الشور فاكتور الجوريزم ده. احنا كان عندنا مشكلة لو احنا مثلا عندي رقم وعايز اجيب التو برايم نمبرز اللي اتضربوا في بعض وطلعوا لي الرقم ده، في الكلاسيكال الموضوع ده كان صعب وكان بياخد وقت طويل. في الكوانتم هو الالجوريزم حللي الموضوع ده في وقت قصير جدا وبسهولة، ودي طبعا كسرت موضوع الار اس اي اللي هو بتاع السكيورتي اللي احنا شغالين بيه في كلاسيكال كمبيوتر. وعندنا كمان جروبر سيرش الالجوريزم ده بيقدر يسيرش عن ايتم معين في لستة السايز بتاعها ان، قدرت ان انا اخليها او يعني هو قدر اللي هو يخليه يتحل في سكوير اكس في سكوير ان قصدي. والكلاسيكال هو بيحلها في ان تايم اللي هو بيقعد يمشي عليهم كلهم لحد ما يشوف الايتم اللي هو عايزه. في جروفر عرف يحلها في وقت قليل جدا.
الدويتش بروبلم اللي احنا عايزين نحلها او المشكلة بتاعتنا اللي احنا عايزين نحلها. لو انا عندي برايم فانكشن، برايم فانكشن دي هي هتاخد انبوت واحد وهتطلع لي اوتبوت واحد، فانا عندي اربع احتمالات. اول احتمال لما انا هدخله زيرو هيطلع زيرو، لو دخلت وان هيطلع وان. الاحتمال التاني لو انا دخلت زيرو هيطلع وان، لو دخلت وان برضه هيطلع وان. والاحتمال الرابع الزيرو هتطلع وان والوان هتطلع زيرو، والاحتمال التالت والاحتمال الرابع اللي هو الزيرو هيطلع زيرو والوان هيطلع وان. طيب لو هما الاثنين بيطلعوا نفس الاوتبوت، فالحالة دي هي هتكون ال f is constant function. لو ال f of zero هي ال f of one يبقى هي constant. وخلينا متفقين على النقطة دي عشان هنكمل عليها. الحاجة النوع التاني، لو الزيرو بتطلع اوتبوت والوان بيطلع اوتبوت تاني، فدي اسمها balanced function. فالبروبلم عموما بقى بتقول لي لو هو اداني function معينة وانا عايز اعرف هي الفانكشن دي constant ولا balanced. في الكلاسيكال algorithm انا بقدر احلها مرتين، يعني عشان احلها بحتاج ان انا run الفانكشن دي مرتين، مرة للزيرو ومرة للوان، وبحدد هي الزيرو هتطلع اوتبوت ايه والوان هيطلع اوتبوت ايه، بناء عليها هعرف دي كونستانت ولا بالانسد. في الكوانتم الجوريزم انا محتاجه ان انا ارن الكويري دي او الالجوريزم مره واحده بناء على حاله السوبر بوزيشن اللي احنا كوانتم بتقدمها لنا. قبل ما نبدا نحل المشكله احنا عايزين يعني بس نشوف سيركت ونتفق هي الاوتبوت هيطلع ايه، عشان بعديها هنكمل بيها بالالجوريزم. لو انا عندي السيركت دي هو هيدخل الانبوت x و1 وهيطبق هالمرت على الكيبوت التاني، وبعد كده هيدخلها على UF. المفروض السيركت دي هتطلع لي اول بوت عامل ازاي. اول حاجة مع اول iteration انا هيكون عندي x و1 اللي هي phi نوت phi 1، انا هطبق i على الكيبوت الاول وهالمرت على الكيبوت التاني، فالx هتفضل زي ما هي x، والهالمر هيطبق الكيوت التاني فالوان هطبقها هالمر فهيبقى 0 ماينس 1، فهيبقى x و 0 ماينس x و 1 over على square root 2. بعد كده هيطبق UFF هي اللي بتعمله. لو هنا دخلت لها input x و y فهي هتطلع ال x هيفضل زي ما هو وال y هيبقى y أسفة على العلامة دي، هي إكس أور إف أوف إكس، هي هنا إكس أور مش تنسوا. فاللي هيعمله اللي هو في فاي تو اللي هو هياخد الإكس هيفضل زي ما هي والكيوبيت التاني هيتحول لواي إكس أور إف أوف إكس، فالواي اللي هي زيرو إكس أور إف أوف إكس اللي هي زيرو إكس أور إف أوف إكس، والناحية التانية هتبقى برضو 1 x or f of x. هطلع لي الشكل ده. الشكل ده انا عايز ابسطه بحيث ان انا اقدر ان انا يعني كده انا ما وصلتش لحاجة. اول حاجة انا هجرب لما ال f of x هتكون مرة ب 0 ومرة ب 1. لما هتبقى ال f of x ب 0 فانا هقول x و 0 x or 0 اللي هي هتبقى 0 و minus x 1 x or f of x اللي هي 0 هتفضل 1. فلما انا هكون ال f of x عندي ب 0 هيبقى ال state عندي x و 0 minus x و 1 على square root 2. طيب لو f of x ب 1 هتبقى x و 1 minus x و 0. طيب انا هقدر اخلي ال equation دي عايز برضو ابسطها اكتر من كده، يعني انا كده جربت بالحالتين، عايز بقى اوصل للحالة الاعم بتاعتهم. الحالة الأعم لو أنا أخدت هنا common factor minus 1 هتطلع لي x و 0 minus x و 1. فأنا اللي أنا عملته لو أنا أخدت هنا minus 1 common factor وخليتها بار f of x. لو إحنا جربنا بطريقة بسرعة كده، لو ال f of x ب 0 فهي هنا دي كلها تتشال اللي هتطلع لي نفس ال equation دي، ولو أنا حطيتها هنا ب 1 هيطلع لي نفس ال equation دي. وانا كده وصلت للحالة الأعم بتاعتهم. طب انا عايز ابسطها اكتر من كده، هاخد الاكس اللي هو ال q
الكيوبيت الأولاني عامل مشترك، فهتبقى minus one باور f of x، واخدت ال x عامل مشترك بقى عندي minus one zero minus one على square root two. فأنا كده وصلت للسيركل دي، لو أنا طبعت عليها x one هتطلع لي ايه الاوتبوت بتاعي. نحل بقى البروبلم اللي هي بتاعت دوتش. اللي هيعمله اللي هو هيعمل هيطبق السيركل دي. اول حاجة هو هيدخل زيرو، هيدخل زيرو وهيطبق عليها هالمر عشان يحول الزيرو ده او يحول الكيوبت ده لسوبر بوزيشن، يبقى فيه زيرو وان. فانا هيكون هرن الزيرو والوان الاثنين مرة واحدة، وتحت هيحط 1 وهيطبق عليها هالمر زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت، يعني في السلايد اللي فاتت، وهيطبق عليها يو اف اللي احنا شفناها من شوية. بعد كده لما هيخلص هيطبق هالمر على الكيوبت الاول. اللي هيحصل اللي هو اول حاجة عندي اللي انا عندي 0 1، فاول لما هيبدأ يبقى عنده 0 1. اللي بعديها هو هيطبق هالمر على الكيوبت الاول وهالمرت على الكيوبت التاني. لما هطبق هالمرت على الكيوبت الاول 0 هطبق عليه هالمرت، فهتبقى 0 بلس 1. هالمرت على الكيوبت التاني 0 ماينس 1. بعد كده هطبق يو اف اف. لما هطبق الكيوبت الاول اللي هو كان هناك انا بعبر عنه باكس، انا هنا بقى عندي 0 1 في نفس الوقت. فاللي هيحصل اللي انا كانت هناك عندي ماينس 1 باور f of x وجنبيها ال x بتاعتي، فانا عوضت من اللي انا اخدته من المعادلة اللي فاتت هنا اهو. فهقول minus one f of x اللي هي ال x عندي هنا بزيرو، تبقى f of zero لزيرو plus minus one f of one اللي هي بما ان ال x عندي هنا ب one على square root two. والكيوبت التاني احنا ما عملناش فيه اي حاجة خالص. بعديها هبدأ اللي انا اجرب لو ال f of 0 هي ال f of 1 ولا ال f of 1 مختلف عن ال f of 0، واشوف ايه اللي هيطلع. بناء عليها انا اقدر احدد حالة كده او معادلة تتطبق على كل الحالات. نجرب لو ال f of 0 ب 1 ولو ال f of 1 ب 0. لو ال f of 0 ب 1 فانا هعوض مكان ال f of x f of 0 اللي كانت هنا ب 1، فهتبقى minus 1 باور 1 0 plus minus 1 باور 0 1. لو انا حليت المعادلة دي هيطلع لي minus 1 ل 0 minus 1. دي اللي هي بتعبر لي عن ال 1 state لو انا دخلتها في هالمر جيت. طيب لو انا خليت ال f of 1 f of 1 ب 1 وال f of 0 ب 0، لو انا عوضت برضو في المعادلة ديت وعملت كل حاجة هيطلع لي نفس الشكل ده، بس هنا مش هيبقى فيه minus 1. ممكن حضرتك تجربها وهتشوف الكلام ده. طيب دي كده احنا اتفقنا من الاول خالص لو هي function balanced فيبقى ال f of 0 مختلف عن ال f of 1. فانا كده جربت نوع من ال functions. طب اجرب النوع التاني اللي هو constant لما يبقى ال f of 0 هي نفسها ال f of 1. انا جربت لو ال f of 0 ب 0 ولو ال f of 1 ب 0، هعوض عن ال f of 0 وال f of 1 في الباور، فهقول minus 1 باور 0 0 plus minus 1 باور 0 1. اللي هيحصل اللي هي محصلش اي حاجة في الستيت، يعني محصلش اي حاجة من ال minus 1، فاللي طلع لي 0 plus 1 على square root 2. طيب النوع التاني من الكونستانت لو ال f of 0 ب 1 ولو ال f of 1 ب 0، لو ال f of 1 ب 1، فاللي هيحصل ان هو هيطلع ال minus 1 هنا، والستيت دي هتفضل برضو زي ما هي. الستيت دي بتفكرنا لو انا دخل 0 على هادمر، فكانت الاوتبوت بيطلع بالمنظر ده. نخلي معادلة كده الحالة الأعم بما إننا جربنا كل الحالات، خليت ال plus أو minus 0 plus 1 over square root 2 لو ال f of 0 equal ال f of 1.
لو هي كونستانت فهيبقى المنظر دايما هيطلع لي بالشكل ده. طيب لو اف اوف 0 مختلف عن الاف اوف 1 فهيطلع لي الاوتبوت بلس او ماينس 0 ماينس 1 على سكوير روت 2. طبعا الكيوبيت التاني احنا ما جيناش جنبه خالص وهو لسه زي ما هو. طيب لو رجعنا كده في الالجوريزم السيركت كان بيقول لي ان انا هطبق هارمارك بعد لما طبقت اليو اف اف على الكيوبيت الاولاني. نرجع تاني اللي احنا كنا موجودين عنده. فلو انا هطبق هارمارك على الكيوبيت الاولاني فهيطلع لي ده زيرو، ان احنا اتفقنا على هارمارك لو انا دخلت لها زيرو هتطلع لي كده يعني زيرو بلس 1 اوفر سكوير روت 2، ولو دخلت الحته دي على الهارمارك هتطلع لي اللي انا دخلته لها من الاول. فلما هدخل الستيت دي على هارمارك هتطلع لي تاني الزيرو اللي انا بناء يعني على الهارمارك جيت. ولو انا دخلت 0 minus 1 على square root 2 على هارمارك هيطلع لي state 1. فكده احنا وصلنا لو هي ال f constant فهتطلع دايما الكيوبيت الاول 0، ولو ال f balanced فهيطلع دايما الكيوبيت الاول 1. فبناء على الكيوبيت الاول انا هقدر احدد هي ال f دي هي balanced ولا constant. بس كده، حد عنده أي سؤال؟ طيب تمام، أعتقد بس ما فيش أسئلة. معلش طيب. طبعا النهارده يوم الجمعه، فيعني سيادتكم ايه نبدا نستعد كده للصلاه لو على حسب التوقيت طبعا اللي عندكم، بس احنا عندنا في مصر دلوقتي في صلاه كمان شويه، فهناخد بريك ان شاء الله بعد الصلاه ونرجع الساعه نرجع الساعه كام؟ نرجع الساعه 2 ان شاء الله مع منه عشان نبدا نشتغل على بقيه السيشنز ان شاء الله. تمام تمام يا دكتور تمام يا دكتور.